مصر تدون الهجوم الإرهابي على مطار بغداد الدولي وتؤكد تضامنها مع العراق فيما يتخذه من إجراءات لصون أمنه واستقراره. الرئيس الأوكراني يناشد الغرب عدم إثارة الذعر بسبب الحشود العسكرية الروسية بالمنطقة الحدودية. منظمة التجارة العالمية تطالب باتفاق عادل يسمح للدول النامية بالحصول على براءات اختراع لقاح كورونا. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة اعتزام الدولة الاستغناء عن آلاف الموظفين تزامنا مع التوسع في تطبيق التحول الرقمي. ونفى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تلك الشائعة مؤكدا أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وشدد الجهاز على أن التوسع في تطبيق التحول الرقمي يستهدف تطوير وتنمية مهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة دون المساس بأي حق من حقوقهم أو تسريح أي منهم لمواكبة التطور في أنماط العمل المستحدثة، وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة لبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري. نظمت وزارة الداخلية احتفالية للقادرين باختلاف مناسبة عيد الشرطة 70، حيث تم توزيع هدايا تذكارية عليهم مع الاحتفال بهم بفقرات فنية وترفيهية. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على إحياء هذه المناسبة الوطنية مع كافة فئات المجتمع. احتفالية بعيد الشرطة ذات طابع إنساني، فقد وجهت وزارة الداخلية الدعوة لعدد من القادرين باختلاف لمشاركتهم الاحتفال بعيد الشرطة 70 بأحد أندية الشرطة. كل سنة والشرطة طيبين وبخير وبصحة وسعادة، وسعيدة جدا جدا أن أنا كنت معاهم وبنحتفل معاهم ومبسوطة جدا جدا. كل سنة والشرطة طيبة وتحيا الجيش المصري والشرطة وتحيا مصر وتحيا مصر وتحيا مصر. مصر الأمل ده مش مجرد شعار لكن حقيقة، وباختصار مش بس حاسس بالحياة فيها وبيها، ده أنا قلبي حاسس بالأمان بوجودي فيها. وشهدت الاحتفالية فقرات ترفيهية وغنائية متنوعة أسعدت الحضور الذين شاركوا بمواهبهم الفنية في الاحتفاء برجال الشرطة، ووجهوا الشكر للقيادة السياسية ووزارة الداخلية على هذا الاهتمام وتلك الدعوة. أنا مبسوطة جداً أن تم دعوتي الحفلة زي دي، لأنه شرطة مصر هي يعني اللي بتخلي في أمن وأمان في الدولة وكده، وده عيد الشرطة 70 وإحنا كلنا فخورين طبعاً بالشرطة المصرية ووزارة الداخلية وكل المجهودات اللي هم بيعملوها. يعني أنا فرحان عشان الحفلة، أنا عشان تحسيسي وسنة وأنتوا طيبين. حفلة حلوة جداً، كل الفقرات حلوة، أنا ما كنتش متخيلة أن آجي نشوف الحفله دي. يعني الحفله دي المثالي رئيس السيسي، الحفله دي حلوه جدا. انا موجود في وسط الخلق لي طاولي مجهود، وحظ الحلو اكون بينكم وليا وجود. انا النور اللي جوايا ينور ليكوا كل مكان، انا الغنوه اللي تسمعها ومش محتاجه. وقد تم توزيع هدايا تذكارية على القادرين باختلاف وأسرهم تم إعدادها خصيصا لهم، وهو ما ساهم في رسم الفرحة والبهجة في نفوسهم. أنا الإنسان، أنا موجود.
شكل الاحتفال بعيد الشرطة مع القادرين باختلاف تأكيدا على معاني الإنسانية والاهتمام الذي توليه الدولة وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم، وتذليل كافة العقبات أمامهم للحصول على حقوقهم كاملة. إيدك في إيدي بحبنا تبقى جنة، مش بس غنوة ده نور جديد بدايته بينا. احتفالات عيد الشرطة تتواصل مع المواطنين ومع القادرون باختلاف في تأكيد على أن هذا العيد هو عيد كل المصريين، والشرطة المصرية حريصة على الاحتفال بهذا العيد وسط المواطنين في تأكيد وتجسيد على التضحيات التي تتواصل عبر الزمن. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أدانت مصر القصف الإرهابي الغادر الذي استهدف فجر اليوم مطار بغداد الدولي وأسفر عن بعض الخسائر المادية. وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية على استنكارها البالغ لهذه الهجمات التي تمثل تهديدا واضحا لاستقرار العراق ومقدرات شعبه الشقيق، فضلا عما تشكله من تقويض لحرية الملاحة الجوية. كما تشدد مصر على تضامنها الكامل مع العراق فيما يتخذه من إجراءات لصون أمنه واستقراره. قال رئيس مجلس الوزراء العراقي إن استهداف مطار بغداد الدولي بالصواريخ يمثل محاولة جديدة لتقويض سمعة العراق، وأضاف القاذمي أن هذه العملية الإرهابية الغادرة تأتي امتدادا لسلسلة من الاستهدافات بالصواريخ أو الطيارات المسيرة للمنشآت المدنية والعسكرية التابعة للدولة العراقية. وخلال بيانه دعا الكاظمي كل القوى والأحزاب والتيارات السياسية إلى التعبير عن رفضها وإدانتها الصريحة والواضحة لهذا الهجوم الخطير ودعم القوات الأمنية في عملياتها ضد مطلقي الصواريخ، مؤكدا أن الصمت على هذا النوع من الاستهدافات بات المجرمون يعدونه غطاء سياسيا لهم. ودعا الكاظمي الدول الصديقة للعراق إقليميا ودوليا إلى عدم وضع قيود للسفر أو النقل الجوي من وإلى العراق بما يشكل إسهاما في ردع الإرهاب عن تحقيق غاياته. أعلن الجيش العراقي التوصل إلى خيوط مهمة عن مستهدفي مطار بغداد الدولي. وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول إن الصواريخ التي استهدفت مطار بغداد الدولي انطلقت من منطقة أبو غريب قرب أحد المنازل، حيث تم إطلاق 6 صواريخ باتجاه المطار، مبينا أن الصواريخ سقطت في أحد المدارج وأصابت طائرتين. وأضاف أن القوات الأمنية تطوقت المكان وعثرت على 3 صواريخ كانت معدة للإطلاق، لافتا إلى أن القوات المسلحة تقوم بملاحقة منفذي هذه العمليات الإرهابية من أجل تسليمهم إلى القضاء. أدانت البعثة الأممية في العراق ينامي الهجمات الإرهابية التي تعرض لها مطار بغداد الدولي، وأبدت البعثة قلقها من الهجمات الصاروخية على مطار بغداد، مؤكدة أنه يجب ألا تفلت الجماعات التي تقف وراء الهجمات من العقاب. وأكد بيان البعثة الأممية أن الجماعات التي تقف خلف الهجمات تتصرف بتهور وتعرض البلاد لعواقب. ما زلنا بلبنان، حيث قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان تتطلب وحدة الصف الوطني بين جميع المكونات اللبنانية. جاء ذلك خلال لقائه مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وتم التطرق خلال هذا اللقاء إلى المواضيع الراهنة. فأطلع رئيس مجلس الوزراء اللبناني مفتي الجمهورية على الجهود التي تبذل لتوطيد علاقات لبنان مع الأشقاء العرب. أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليزا تروس إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي شنته قوات الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، وأسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.
وخلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أكدت تروس أن مثل هذه الاعتداءات تقود الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وتناول الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وجهودهما المشتركة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلن التحالف العربي باليمن تنفيذ 24 عملية استهداف ضد قوات الحوثي بمأرب خلال الساعات 24 الأخيرة. وأضاف التحالف العربي أن الاستهدافات بمأرب أسفرت عن مقتل أكثر من 70 عنصرا من قوات الحوثي وتدمير 16 آلية. أعلنت وزارة الداخلية التونسية إحباط محاولة فتاة تبلغ من العمر 22 عاما القيام بعملية إرهابية في تونس. وأشارت الوزارة إلى أن الفتاة كانت عائدة من الخارج وملتحقة بأحد التنظيمات الإرهابية. كما أوضحت الداخلية التونسية أن التحقيق مع الفتاة كشف عن أنه تم تحضيرها للقيام بعملية انتحارية في إحدى المناطق السياحية التونسية، وبأنها تواصلت خلال تواجدها بالخارج مع أحد الأشخاص والذي كان سيتولى توفير حزام ناسف لها بعد وصولها إلى تونس. أعلنت السلطات الجزائرية القضاء على إرهابيين اثنين ومقتل اثنين من أفراد الجيش في اشتباك مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي بمنطقة حاسي تيرين جنوبي البلاد. وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية أن العملية أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة مع المجموعة الإرهابية، بالإضافة إلى سيارة رباعية الدفع وكمية من الذخيرة. إلى ذلك أشارت وزارة الدفاع الجزائرية إلى تأكيد رئيس الأركان الجزائرية الفريق سعيد شنقي راحة الحرص الشديد للجيش الجزائري على مواصلة عمليات مكافحة فلول الجماعات الإرهابية وحماية الحدود. ناشد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الدول الغربية عدم إثارة الذعر بسبب الحشود العسكرية الروسية على الحدود مع بلاده، مطالبا في الوقت ذاته الكرملين بخطوات تثبت أن هذه القوات لا تعتزم الهجوم على بلاده. وأضاف الرئيس الأوكراني خلال مؤتمر صحفي أنه ليس هناك حاجة لهذا الذعر ويجب تأمين استقرار اقتصاد البلاد. تأتي دعوة الرئيس الأوكراني في الوقت الذي اتفق فيه نظيره الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي مانويل ماكرون على ضرورة نزع فتيل التصعيد ومواصلة الحوار لحل هذه الأزمة. The growth. In a short period of time we had about almost 6.5 of new investments in 2021. But after قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن هناك حوالي 112 ألف جندي روسي على الحدود مع أوكرانيا. وكشف ريزنيكوف خلال جلسة بالبرلمان الأوكراني عن مراقبتهم لوحدات روسية تضم آلاف الجنود إلى جانب المعدات القتالية البحرية والجوية على طول الحدود. كانت الولايات المتحدة قد هددت وحلفاؤها بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا إذا أقبلت على أي تحرك ضد أوكرانيا. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن واشنطن تدرس إمكانية تقديم مساعدات اقتصادية إضافية لكييف لمواجهة الضغط الروسي. وأشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا العام الماضي أكثر من نصف مليار دولار مساعدات تنموية وإنسانية. كما أكد بايدن استعداد واشنطن وحلفائها للرد بحزم على أي تصعيد حول أوكرانيا. شد وجذب وتخوفات من غزو روسي محتمل نجح في إشعال الوضع أكثر في المنطقة الملتهبة من شرق أوكرانيا،
وهو ما أدى لأن يكرر الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس الأوكراني أنه سيرد بحزم على أي غزو روسي لأوكرانيا، إلا أن حديث بايدن ينافي قرار واشنطن الأخير حول إعادة عائلات موظفيها الدبلوماسيين، كما انتقده الأوكرانيون معتبرين إياه غير متناسب مع تصريحات واشنطن النارية. وانتقد مسؤولون أوروبيون آخرون ما اعتبروه تهويلا للوضع من جانب الولايات المتحدة، إضافة إلى تسببه في تأزم العلاقة بين كييف وواشنطن. الرئاسة الأمريكية أشارت إلى أن بايدن يدرس تقديم مساعدة اقتصادية إضافية لأوكرانيا، إضافة إلى معدات عسكرية تسلمتها كييف. كما أعلنت واشنطن استعدادها لفرض عقوبات اقتصادية شديدة في حال حدوث غزو روسي لأوكرانيا، وهو ما تنفيه روسيا بشدة. ففي مؤتمر لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع الصحفيين، قال لافروف إن الحرب لن تشتعل إذا توقف ذلك على روسيا، وإن المفاوضات مع الغرب بشأن الضمانات الأمنية لم تنتهي بعد، ولن تسمح روسيا لأحد بتجاهل مصالحها. من جهته أعرب بايدن عن دعمه المحادثات التي تجري في إطار صيغة النورماندي بين روسيا وأوكرانيا بوساطة فرنسا وألمانيا، وهو في ذلك يقود محاولات لبناء جبهة غربية موحدة في وجه ضغوط عسكرية روسية على أوكرانيا التي لن تنسى موسكو سعيها الدؤوب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهو السبب الرئيسي الذي أدى لغضب الكريملين على أوكرانيا. استبعد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اندلاع نزاع بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أنه ليس أمرا حتميا على حد تعبيره. وفي مؤتمر صحفي قال أوستن أنه لا يزال هناك وقت ومكان للدبلوماسية، مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصبح يملك القدرة العسكرية على التحرك ضد أوكرانيا. وشدد وزير الدفاع الأمريكي على أن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، بما في ذلك إمدادها بأسلحة إضافية مضادة للدروع. أعلنت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نيغوزي أوكونغو اليوم في باريس أنه من الممكن التوصل إلى حل وسط بين الدول ذات الدخل المرتفع والدول النامية بشأن رفع براءات اختراع اللقاحات المضادة لكورونا. وقالت خلال مؤتمر صحفي أنهم يعتقدون أنه من الممكن إيجاد أرضية مشتركة وتسوية معقولة تسمح للدول النامية بالحصول على عمليات نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية مع تشجيع الابتكار والبحث. وذكرت بأن مجموعتين من الدول تختلفان بشأن مسألة رفع حقوق الملكية الفكرية عن اللقاحات، هما من جهة مجموعة مؤلفة بشكل أساسي من دول نامية يصل عددها إلى نحو 100، وتعتقد أن رفع حقوق الملكية الفكرية أساسية لتشجيع ودعم قدرات الإنتاج لديها. Our economists now estimate that the volume of world merchandise trade will increase. قالت هيئة الصحة السويدية إنها لن تصيب لقاح فيروس كورونا لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً. وأوصت السويد التي اختارت مرة أخرى سياسة فيروس كورونا مختلفة عن معظم دول أوروبا بإعطاء لقاح كورونا فقط للأطفال المعرضين للخطر. وقالت بريتا بيور كلوند من وكالة الصحة العامة إن اللقاحات آمنة، وهناك لقاحات جيدة جدا، لكننا نركز الآن على الفوائد الطبية للقاح لكل طفل، ولا نرى أن الفوائد كبيرة بما يكفي لكي نوصي بها لجميع الأطفال. وقالت السلطات إنه يمكن إعادة تقييم القرار إذا تغير الوضع الصحي. تنظر الحكومة اليابانية في تخفيض فترة العزل الذاتي للأشخاص المخالطين للحالات التي تأكدت إصابتها بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا. وأضاف رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو أن الحكومة تحاول تقليص فترة العزل من المدة الحالية 10 أيام إلى 7 أيام، وترغب في التأكد من أنه يمكن مواصلة الأنشطة الاجتماعية وسط الارتفاع الأخير بالإصابات بالفيروس. ただ3回目の接種をすれば一旦低下した
استبعد صندوق النقد الدولي أن تترك جائحة فيروس كورونا آثارا كبيرة على اقتصاد اليابان بسبب الدعم المالي والنقدي الضخم الذي أقرته البلاد للتغلب على الأزمة. وأضاف الصندوق أن اقتصاد اليابان يحتاج إلى وضع سياسات ما بعد الوباء لضمان النمو المستدام، لا سيما مع تقلص عدد السكان. وقال صندوق النقد الدولي إنه لا يزال هناك مجال لزيادة الإيرادات، خاصة في ضوء انخفاض الإيرادات الضريبية للبلاد كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. أظهر تقييم للوضع الغذائي قامت به هيئة تابعة للأمم المتحدة أن 13% من أطفال تيغري ممن هم دون الخمس سنوات بالإضافة إلى نصف الحوامل يعانون من نقص في الغذاء. وأضاف التقييم الأممي أن نحو 40% من سكان إقليم تيغري الإثيوبي يعانون من نقص حاد في الغذاء في الإقليم الغارق في نزاع منذ قرابة 15 شهرا حسب ما أعلن الجمعة برنامج الغذاء العالمي. Near the boundary with Tigray province, the clashes are also preventing the delivery. من جهتها طالبت الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة الإثيوبية بإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب أحكام حالة الطوارئ المفروضة. وفي تصريحات صحفية قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن تأمل في أن يوافق مجلس النواب الإثيوبي على قرار رفع الطوارئ في القريب العاجل بعد موافقة مجلس الوزراء على رفعها. نشرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية صورا لما قالت إنها أحدث تجارب صاروخية أجرتها هذا الأسبوع ورصدها جيرانها. وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن التجارب التي أجريت يومي الثلاثاء والخميس كانت على نظام صواريخ كروز بعيدة المدى وصاروخ موجه تكتيكي أرض أرض. وكانت وجوه بعض المسؤولين حول كيم غير واضحة في الصور التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية على موقعها على الإنترنت، حيث عربت السلطات الكورية الشمالية عن قلقها من استخدام هويات المسؤولين المرتبطين ببرامج أسلحتها في عقوبات ضد بيونغ يانغ. تحت شعار هوية مصر، الثقافة وسؤال المستقبل، تتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53 والتي تستمر حتى 7 فبراير المقبل. وتحل دولة اليونان ضيف شرف على الدورة الحالية والتي اختير فيها الكاتب يحيى حقي يكون شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية لمعرض كتاب الطفل. أروقة ثرية بجميع كنوز المعارف تجدها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 53 المقام بمركز المؤتمرات بأرض المعارض، والذي يأتي بشعار هوية مصر، الثقافة وسؤال للمستقبل. اتبسطت لأن أنا بحب أقرأ كتب وأعرف إن دولة فيها إيه والحضارة المصرية. بحب أجيب الأولاد دايما عشان يطلعوا على ثقافة بلدهم أو البلاد الأخرى المشاركة في المعرض. مشاركتي في المعرض قدرت تخليني أتعرف على الناس أكتر، وقدرت تخلي اسمي يوصل للناس أكتر، وإن هم أقدر أوصل لإحساسهم وعبر عنهم بالكتاب بتاعي يعني. وبخمس قاعات للعرض وأكثر من 800 جناح من العارضين والناشرين مصريين وأجانب وجهات رسمية، تميز جناح الرقابة الإدارية بأسلوب شيق ومتطور للعرض حول آليات مكافحة الفساد من عصر المصري القديم حتى الآن، وذلك باستخدام أحدث تقنيات العرض العالمية. لا تنظيم ما شاء الله كل سنة بيبقى مختلف عن التاني، والتنظيم السنة دي يفوق الخيال، بكل مرة بنيجي بنلاقي اختلاف ما شاء الله. المعرض رائع طبعا تنظيميا، وفي زخم وحجم الزيارات عالي وتنوع على فكرة في الزائر، والمشتري شايف معدل الثقافة عالي جدا بشكل نسبي. الناس بتسأل على كتب غنية بالمعلومات في شتى أنواع الثقافة. تتشرف جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتواجد في معرض القاهرة الدولي للكتاب لما يمثله هذا المعرض من قيمة ثقافية وأدبية كبيرة في العالم العربي. يعني خليني أقول لك، إحنا من لما مش بس المعرض، إحنا من لما نزلت الطيارة في مطار القاهرة ونحن في حالة من البهجة والسعادة والدهشة، مزيج من هذا كله.
ما بين الاحتفاء اللي احنا شايفينه ما بين مثلا الحالة اللي احنا عشان اول ما دخلنا المعرض، يعني احنا سمعنا الناس كتير قالوا انه معرض القاهرة والناس كلها بتتحدث عن معرض القاهرة، بس حقيقة من يرى ليس كما يسمع ابدا ابدا. انا جاي المعرض عشان انا بحب القراءة وبحب اشتري حاجات عن التاريخ، وعشان انا عاوزة اطلع مرشدة سياحية. حواليك وانا استلت ايه من المعرض؟ كتاب من رواد الفضاء. المعرض يضم أكثر من 1000 ناشر بمشاركة 50 دولة يمثلون قارات العالم أجمع، وتحل دولة اليونان ضيف شرف هذه النسخة من معرض الكتاب. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. شهد جناح وزارة التضامن الاجتماعي في الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالا كبيرا من المواطنين المترددين على المعرض. وتشارك وزارة التضامن الاجتماعي في معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناح تستعرض فيه أبرز الأنشطة والبرامج التي تقدمها للمواطنين، حيث تستعرض أنشطة التربية الأسرية الإيجابية وكذلك تنمية الطفولة المبكرة من خلال تنفيذ أنشطة موسيقية وترفيهية لتنمية ذكاء الطفل، بالإضافة إلى التطوع ودور الشباب في رفع الوعي المجتمعي، حيث يرسل المواطن رسالة مجانية تحمل اسم كلمة تطوع على رقم 1442 للتطوع في برنامج وعي لتنمية التوعية المجتمعية. شهدت محافظة الإسكندرية اليوم موجة من الطقس المتقلب وهطولا للأمطار الغزيرة على كافة مناطق وأحياء الإسكندرية المختلفة، وارتفاع موج البحر إلى نحو 5 أمتار وتخطيها إلى سور كورنيش البحر. ووجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف بالتواجد الميداني على مدار اليوم والتنسيق الكامل بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة لإزالة آثار الطقس ورفع درجة الاستعداد. هذا وقد قامت وحدات الإزالة الفورية والإشغالات بالأحياء بالتواجد الميداني لعمل حواجز حول العقارات التي تشكل خطورة داهمة على المارة، وقامت برفع الإعلانات التي سقطت جراء حالة عدم الاستقرار التي شهدتها المدينة أمس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد معتدل على جنوب سيناء، بينما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن ومحافظات الجمهورية وعدد من المدن والعواصم العربية والعالمية. We'll be right back.
انتهت نشرة الأخبار وعليكم أهم ما جاء فيها. مصر تدين الهجوم الإرهابي على مطار بغداد الدولي وتؤكد تضامنها مع العراق فيما يتخذه من إجراءات لصون أمنه واستقراره. الرئيس الأوكراني يناشد الغرب عدم إثارة الذعر بسبب الحشود العسكرية الروسية بالمنطقة الحدودية. منظمة التجارة العالمية تطالب باتفاق عادل يسمح للدول النامية بالحصول على براءات اختراع لقاح كورونا. نهاية النشرة، لكن التاسعة ما زالت مستمرة مع دينا عبد الكريم. شكرا ياسر، شكرا رغدة، ومبسوطة أن يكون معاكم النهاردة، وشكرا لكل فريق نشرة التاسعة. شكرا، هتنوري الحلقة وبالتوفيق إن شاء الله. نبدأ مع حضراتكم حالا فقرات برنامج التاسعة.